بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده تعالى نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا في غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق التي غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العام السادس بعد الهجرة، وهذا هو الأظهر، وإلا فهناك أقوال أن غزوة المريسيع كانت في العام الخامس، وأقوال أنها كانت في العام الرابع، وهذا ضعيف، والأظهر أنها كانت في العام السادس كما سنبين بعد قليل إن شاء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر من أسفاره أقرع بين زوجاته، فأيتهن خرجت القرعة عليها سافر بها عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الغزوة أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته، يعني صنع القرعة بين الزوجات، فخرجت القرعة على أمنا عائشة رضي الله عنها، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الخروج كان في العام السادس، لأن آيات الحجاب نزلت في العام الخامس بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين. نزلت آيات الحجاب، نزل قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نزلت آيات الحجاب في العام الخامس. بعد العام الخامس أصبح هناك حجاب بين أمهات المؤمنين وبين بقية المسلمين، فالمسلم لا يرى أم المؤمنين، لا يراها، إنما يكون بينهما حجاب. والحجاب ده له صور متعددة. هناك حجاب الملابس، أن تتحجب فلا يرى منها شيء، وهناك حجاب المكان، لا تخرج من البيت إلا لضرورة قصوى، كما قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن. فالقرار في البيت حجاب، والملابس السابغة حجاب. فإذا خرجت أم المؤمنين من البيت يبقى فيه الملابس، ومع الملابس أيضا هناك حجاب آخر، الهودج، إن هي لما تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم تركب في هودج، والهودج عبارة عن صندوق خشبي كبير
تجلس فيه الواحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويوضع على الجمل فوق الجمل الهودج، هذا صندوق خشبي كبير تدخل فيه الواحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتجلس فيه، ويحمل هذا الهودج صندوق الخشب الكبير فيوضع فوق الجمل، وهذا حجاب آخر، هذا حجاب، لأن ربنا قال إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فأصبح في حجاب، علما بأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، حتى لو الواحد من المسلمين شاف زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أمنا، شايف أمه، واضح؟ ومع هذا فرض عليهن الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، طهارة القلب، إن الإنسان يبتعد يبقى في حجاب، هذه طهارة القلب، وهذا تشريع رب العالمين، هذا حكم رب العالمين سبحانه وتعالى اللطيف الخبير العليم الرقيب الحسيب الشهيد سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم السر وأخفى، ده التشريع. فأمنا عائشة خرجت عليها القرعة إن هي اللي هتسافر، فركبت على الجمل في الهودج، وكانت العادة إن الواحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تجلس في الهودج، ويأتي رهط من الرجال فيحملون الهودج يضعونه على ظهر الجمل، ينيخون الجمل يقعدونه على الأرض، وتجلس زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الهودج، ويأتي رهط من الرجال من 3-9 تقريبا يحملون الهودج صندوق الخشبي وجوه منه أم المؤمنين والجمل قاعد، فيضعون الهودج على الجمل ويثبتونه تماما، ثم يقوم الجمل ويسير وأم المؤمنين بداخله. لما النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستريح ينزل، فبرضه الرجال يأتون إلى الجمل يقعدونه ينيخون الجمل ويقعدونه، ثم يحملون الهودج إلى الأرض، يشيلوا الهودج صندوق من على طار الجمل يحطوه على الأرض ويبتعدوا. أم المؤمنين تخرج من الهودج، يكون النبي صلى الله عليه وسلم منتظر في مكان بعيد عن الناس، وتكون هي متحجبة، يجلس للاستراحة للأكل للشرب للاستراحة. فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستكمل المسير تدخل أم المؤمنين في الهودج، النبي يستدعي الرجال يأتون يحملون الهودج يضعونه على الجمل ويقيمون الجمل ويقودونه هكذا. فغزوة المريسية التي بدأنا الحديث عنها في الأسبوع الماضي كانت بسبب أن الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق أراد أن يغير على المدينة، وسار بين القبائل يشجعها على غزو المدينة، وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعد جيشا قوامه 700 من الصحابة، وخرج عدد من المنافقين في هذه الغزوة، وهي أول غزوة يخرج فيها المنافقون خارج المدينة، يعني مسافة بعيدة عن المدينة، خرج بعض المنافقين وفيهم عبد الله بن أبي ابن سلول، وهجم النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وقتل منهم 10 وأسر الباقون وأسرت النساء والذرية، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بحمد الله عز وجل. أثناء العودة أو قبل العودة
كان في جهجاه الغفاري أجير عند عمر بن الخطاب، كان يستقي الماء من وصنع حوضا، وجاء وبر بن سنان أو سنان بن وبر الأنصاري وأراد أن يسقي جمله من هذا الحوض، فأبى جهجاه، فنزل سنان وقلع حجرا، غاض الماء كسعه جهجاه، فقال الأنصار يا للأنصار، جاء الأنصار ضربوا جهجاه، فقال يا للمهاجرين، جاء المهاجرون التحموا مع الأنصار، وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحجز بينهم وقال دعوها فإنها منتنة، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. هذه الأحداث تكلمنا عنها الأسبوع الماضي بفضل الله عز وجل. الخبر وصل إلى زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول إن المهاجرين والأنصار ضربوا بعض، فقال أوقد فعلوها؟ هم بيضربونا، أركوا معنا، ويعني قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز نفس الحقيرة، ويقصد بالأذل نفس الرسول الشريفة عليه الصلاة والسلام. قال الكلمة وزيد بن أرقم الغلام نقلها لعمه، وعمه نقلها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي استدعى الغلام وسأله تحقق من الخبر، أرسل إلى ابن سلول سأله فأقسم بأغلظ الأيمان واجتهد في الأيمان أنه ما قال هذا، ما قال هذا، نفى وكذب. كان سيدنا عمر لما وصل له الكلام، هو كمان استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل ابن سلول، قال دعني أضرب عنقه، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مر أسيد بن الحضير، أبى النبي صلى الله عليه وسلم، من أسيد بن الحضير من أوس، فقال يعني مر عباد بن بشر من الخزرج قريبه من نفس القبيلة العيلة، رفض النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقبل نحسن صحبته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر فيما بعد لو أمرتك بقتله يومئذ لأرعدت له أنف كثيرة بالمدينة. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، الناس مش هيعرفوا أن ابن سلول قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، مش هيعرفوا العبارة دي، مش هتتقال. أمال إيه اللي هيتقال؟ إن محمدا يقتل أصحابه، ده اللي الناس هيقولوه، مش هيقولوا السبب، ودي عادة الناس ما يقولوش سبب الأحداث. اللي وصل الأحداث لكده ما يقولوش، إنما يقولوا إيه حصل كذا. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مش هيقولوا السبب، فرفض أن يأذن لعمر في قتله. بعد مدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر لو أمرتك بقتله لأرعدت له أنف كثيرة في المدينة، ناس يتحمقوا له يغضبوا له، لو أمرتهم اليوم بقتله لقتلوه. بعد الناس ما عرفوا الحقيقة، النبي يقول لو أمرتهم اليوم بقتله لقتلوه، بس قعدوا مدة عبال لما عرفوا حقيقة المنافق ابن سلول لعنة الله عليه. المقصود أن النبي رفض، والخبر وصل إلى عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، الابن رجل صالح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي، إن كنت تريد أن أقتله فمرني وأنا أحمل رأسه على يدي بين يديك، لا تأمر أحدا بقتله، فربما غلبتني نفسي ولم أتحمل أن أرى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله فأكون قد قتلت مؤمنا بكافر. ما أعرف أبو كافر، يقول له بس يمكن نفسي تغلبني أضعف، وانا شايف قاتل ابويا يمشي كده بدي اروح جاي قتله، واكون بقى قتلت مؤمن بكافر، عارف ان ابوه كافر،
فإن كنت تريد قتله مرني أنا أقتله، أنا أجيب لك رقبته على أدي الاثنين بين إيديك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نحسن صحبته ما دام معنا. معانا طالما معانا نحسن صحبته، مع أنه منافق بس لسه بيقول إيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يتخلى عنها، لم يتخلى عنها، لم يرفضها، إنما لسه بيقول أنا معاكم يا مسلمين. غير اللي بيسيب المسلمين ويتخلى عن الشهادة ويقول أنا معدتش معاكم يا مسلمين، معدتش منكم، هذا مرتد، هذا مرتد. الفرق بين المرتد والمنافق إن المرتد تخلى عن الشهادتين والمنافق متمسك بالشهادتين، وده كافر وده كافر. والمنافق ده كافر في الباطن، كافر في الباطن، أقواله كفر، أفعاله كفر. والمرتد أقواله كفر وأفعاله كفر. الفرق بين المرتد وبين المنافق، المرتد تخلى عن الشهادتين، قال ما عدتش بشهد الشهادتين، يشهد حاجات تانية. إنما المنافق لسه بيقول برضو أنا معاكم يا مسلمين، أنا لسه بالشهادتين، وهو يخالف ينقض الشهادتين، بس لأنه لسه رافع اليافطة، رافطة الإسلام. نحسن صحبته، عرفت وخلاص. مثل القرآن بعد ذلك يكذب ابن سلول، يحلفون بالآيات في سورة المنافقين، نزلت آيات سوف نذكرها ونتحدث حولها فيما بعد. وفيها قول الله عز وجل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ربنا قال أنه آل ابن سلول، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. القرآن أثبت أنه قالها مع أنه نفاها، قال ما قلت، ربنا قال إذ هو قال. وفعلا استدعى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم الغلام اللي سمع الحوار ونقله وقربوا منه، ومسك أذنه وقال وفت أذنك يا غلام، وفت أذنك، وفت صادقة، سمعت جيدا ونقلت جيدا. المقصود نذكر في الطريق أيضا، في طريق العودة حدث أمر وهو حادث الإفك. اللي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل للاستراحة بالليل، بالليل، لأن لما ابن سلول اتكلم عن ليخرجن الأعز من الأذل ووصل الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، نادى في الجيش بالرحيل، أمر مناديا فنادى بالجيش بالرحيل في نحر الظيرة دور. فالنبي مشى، وسيد بن الحضير يقول نعم يا رسول الله لقد آذنت بالرحيل في ساعة منكرة ما كنت تسير فيها، الظهر حر الشمس، هنمشي في الصحراء حر، النبي كان يسير بالليل. قال أولم يبلغك ما قال صاحبك، صاحبكم؟ قال وما قال؟ قال قال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. فأسيد بن الحضير أنصاري قائد الأوس قال يا رسول الله لقد قدمت المدينة وإن قومه ينظمون له الخرز ليضعوا على رأسه التاج ليتوجوه ملك ملكا عليهم، فانفضوا من حوله وجمعهم الله عليك، فإنه يرى أنك قد استلبته ملكا. قلنا أسلام اعذره، يعني التوقيت اللي انت دخلت فيه المدينة في الهجرة كان الناس بيجهزوا له التاج وبيجهزوا له ايه الخرز في التاج، بيزينوه هيحطوه على راسه عشان يبقى ملك. انت لما دخلت المدينة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس انفضوا من حوالين ابن سلول وجمعهم الله عليك، فهو يرى انك قد استلبته ملكا، خدت الملك منه. هو الموضوع بالنسبة له امور دنيا ملك، لا الموضوع مش دنيا ولا ملك ولا سلطة، ده نبوة،
ده رسالة، ده وحي، ده دين واضح. بس دي نظرة ابن سلول للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيحقد على النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود ان الموضوع يعني تم مشى، والناس مشى بالجيش الظهر. ليه؟ لان الناس بيتكلموا، الكلام بيكتر بيكتر بيكتر، فعشان الناس ما يتكلموش الجيش يمشي. تعب بقى، التعب ما حدش يتكلم، حر وتعب، كله راكب فروا عن بعض. فالنبي مشى الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، نزل الاستراحة الظهر تاني يوم. أول أجسامه ما لمست الأرض ناموا شدة التعب، ما حدش يتكلم مع حد عشان الكلام يقف. وبعدين قاموا واللي أكل واللي استريح وقضى الحاجة وتوضوا صلوا ومشيوا. مشوا بالليل، خلاص الأمور هديت شوية، بالليل نزل النبي صلى الله عليه وسلم للاستراحة مرة ثانية. بالليل نزل النبي عليه الصلاة والسلام للاستراحة، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسير، يرجع إلى المدينة، يعود إلى المدينة بالليل بقى خلاص، يعني أمور الناس كان يسير ليلا. والعادة إن الصحابة حيشيروا الهودج، اتكلمنا عليه أمنا عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، حيشيروا الهودج، ينزلوا الهودج من على الجمل، أمنا عائشة تنزل مع النبي صلى الله عليه وسلم، تأكل، تشرب، تذهب لقضاء الحاجة، تستريح من عناء السفر والطريق. وهذا ما حدث فعلا. وحان وقت الرحيل، العودة إلى المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الجيش أن يتهيأوا ويستعدوا للرحيل. خلاص الجيش بقى كل واحد يلم متاعه، كل واحد يركب الجمل ويتهيأ العودة إلى المدينة. أمنا عائشة قبل الركوب انطلقت لقضاء الحاجة، إن لسه المسافة طويلة، فانطلقت لقضاء الحاجة. إيه الحاجة؟ التبول أو التبرز بعيدا عن الرجال هناك بعيدا. وقضت الحاجة وعادت، رجعت. أثناء الرجوع، هذا الموقف كان ليلا، أثناء الرجوع تحسست صدرها أو عنقها، ففقدت عقدا لأختها، كانت قد استعارته، عقد لبسها بتاع أختها، استعارة سلف يعني، ها استعارة. هذا العقد من جزع ظفار، مكان صناعة عمانية ظفار أو يمنية أو، وهذا العقد من جزع ظفار. الجزع عبارة إن الخرزات بتاعته سود فيها عروق بيضاء، يعني عقد متميز لأختها، خرزات سوداء فيها عروق بيضاء. تحسست العقد ففقدته، افتقدته، العقد مش موجود، ودي أمانة استعارة. فرجعت أمنا عائشة إلى مكان قضاء الحاجة تبحث عن العقد. لما رجعت تاني تدور على العقد، الرجال ظنوا أنها في الهودج، إن شافوها هي جاية، أو لاحظوا، أو خدوا خبر إن هي جت، فقالوا خلاص يعني يدوبك إن هي جت، يبقى ركبت في الهودج، خلاص نشيل بقى الصندوق ونحط على الجمل ونستعد للرحيل. أمنا عائشة وهي جاية ما ركبتش الهودج، وإنما عادت إلى مكان قضاء الحاجة تبحث عن العقد، الأمانة. لا تستهين بالأمانة، رجعت تدور على العقد والتمسته حتى وجدته. فعلا قعدت تدور عليه لحد ما لقيته، بس هذا استغرق وقتا. كان الرجال حملوا الهودج ووضعوه على الجمل، وقام الجمل وقادوا الهودج، والجيش كله تحرك، والنبي صلى الله عليه وسلم تحرك، ولم يشعروا بغياب عائشة لسببين. السبب الأولاني أنها كانت خفيفة،
رضي الله عنها وأرضاه، ما كانت سمينة ثقيلة، كانت خفيفة نحيفة رضي الله عنها وأرضاه. والسبب الثاني أن الهودج بيحمل عدد من الرهط، يعني رهط من 3-9، يعني لو 4 رجالة بيشيلوا قصاد بعض أو 6 أو 8 محدش يحس بقى، لأن العدد كبير، فمحدش يحس أن الهودج خالي. شالوا الهودج حطوه على الجمل ولم يلحظوا أنه خاوي، لم ينتبهوا إلى غيابها رضي الله عنها وأرضاه، من ناحية أنها خفيفة ومن ناحية أنها هم عدد اللي بيشيلوا الهودج. وانطلق، انطلق الجيش. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما بحثت عن العقد ووجدته جاءت فلم تجد الجيش، الجيش مش الحل. ايه دنيا ليل، لو مشت هي ورا الجيش في اخطار في الطريق، في خطر، هذه صحراء. صحيح الطريق امن بس الجيش عدى، اخطار ممكن تقابلها، وحوش او رجال او عصابات او غير ذلك، في اخطار ان هي تمشي ويمكن تتوه. لا تعرف يعني تضاريس طريق جيدا. أسلم حاجة، وهذه من الفطنة والذكاء، فكرت عائشة أنهم عندما يفتقدونها سيرجعون إلى آخر منزل نزلوا فيه. والتفكير فطنة الذكاء، هي فكرت لما يفتقدوني ما يلاقونيش هيفكروا أنهم يرجعوا في نفس السكة وحيرجعوا لآخر مكان نزلنا فيه. فعلا جلست في مكانها رضي الله عنه وارضاه، وإلا لو مشت ممكن تتوه أكتر، تبعد في الصحراء، تبعد أو يخطفها إنسان أو وحش يخرج عليها يفترسها في الطريق. واضح؟ فجلست في مكانها تنتظر أن حد يرجع. اللي حصل أن كان في واحد دايما بيمشي متأخر عن الجيش، دايما بيمشي متأخر عن الجيش، هو صفوان بن المعطل رضي الله عنه وارضاه. صفوان بن المعطل كان ثقيل النوم، كان نومه ثقيل جدا جدا، يعني لما حد يحاول يوقظه يصحيه يجد صعوبة، يستغرق وقتا حتى ينتبه من نومه، فكان ثقيل النوم، ثقيل النوم، يعني ينام بصعوبة قبل لما يستيقظ، ولما يستيقظ ينتبه وينشط، بس لما ينام يعني نومه ثقيل جدا رضي الله عنه وارضاه. هو اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نومه ثقيل. المقصود جاء صفوان بن المعطل بعدما ذهب الجيش، جه امتى؟ الصبح بعد الفجر، الدنيا نورت والصورة فجه، فرأى سواد إنسان جالس، في سواد إنسان جالس، فاقترب، قعد يقرب يقرب يقرب، فإذا هي عائشة نائمة، غلبتها عينها فنامت بالليل، ما نامتش بقى بالليل طول الليل، وقعدت مستنية 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 لحد ما عينها غلبتها نامت رضي الله عنها وارضاها، نامت. جه صفوان بن المعطل لما راى سواد انسان جالس قرب قرب قرب، فالسواد ده طلعت امنا عائشه، وكان يراها قبل الحجاب، قبل الحجاب بتاع سنه 5 كان يراها، كان يعرف صورتها، فلما راها قال انا لله وانا اليه راجعون، ضعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يكرر كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. الكلمة دي تقال في عند الحزن، في موقف حزين، موقف صعب، ومن عائشة لوحديها، إنا لله وإنا إليه راجعون، ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زال يكررها حتى استيقظت عائشة. فلما استيقظت خمرت وجهها بيديها، حركة تلقائية العفوية، أول ما صحيت
في راجل على طول غطت وشها بايديها. تقول الرواية ايه؟ خمرت وجهها بيديها، لان الخمار هو الغطاء، كلمة خمار يعني غطاء، ليضربن بخمرهن على جبهن يعني بأغطيتهن. تقول فلما استيقظت خمرت وجهي بيدي، غطت وشها، ان الحجاب كده، هي مطيعة لله عز وجل، عابدة لله، عاملة بأوامر الله عز وجل، في حجاب، يبقى حجاب خلاص، لا تتنازل عن حجابها ولا تترخص. وشها مكشوف مفيش وقت، بسرعة تداري وشها بإيديها حتى لا يراها صفوان بن المعطل رضي الله عنه وارضاه. خمرت وشها وبعد كده يعني عدلت من ثيابها رضي الله عنها، وأناخ لها الجمل البعير، نزل الجمل اللي هو ركب عليه بتاعه، نزل الجمل أعده وقال لها اركبي، وما تكلمت بكلمة، وأقام الجمل وقاد به، قعد ماشي به، قعد ماشي به، قعد ماشي به، وعليه أمنا عائشة رضي الله عنها، حتى أدرك الجيش في نحر الظهيرة. كان الجيش الظهر ماشي من بالليل، الظهر نزلوا بقى ايه للاستراحة، ان حر وشمس وكده، والكلام بتاع ابن سلول السابق هدي، فنزلوا الاستراحة. فدخل صفوان بن المعطل بجمله يقوده، وعليه أمنا عائشة رضي الله عنها في نحر الظهيرة، ثم أوصلها إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم نزلت. أما المنافقون فلما رأوا هذا المنظر خاضوا في الكلام، الخبثاء قلوبهم مريضة، الخبثاء. فواحد فكر كده مسألة، عائشة رضي الله عنها لوحدها مع صفوان بن المعطل، يبقى حصل إيه؟ سوء الظن. المؤمن عنده حسن ظن، دي أمنا، هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، دي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، الشريفة الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق، هذه أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. لو كان في ريبة، لو كان في حاجة، لو لو لو, لو حدث لا قدر الله خطأ، ما كانش جاء بيها في نحر الظهيرة، كانت أخر خلاص، المدينة قريبة، ده قرب يخش في المدينة، كانت أخر وذهب ولم يأتي بها، أو على الأقل أن يقول لها تقدمي أنت، ويغيب هو، يغيب عن المشهد. لو في ريبة، لو في ريبة كان يا إما هو تأخر، والعادة بتاعته لو تأخر ما حدش هيقول حاجة، لأنه هو أصلا بتأخر باستمرار رضي الله عنه وارضاه، فيتأخر لو في حاجة وهي تخش خلاص ما حدش هيقول حاجة، أو إن هما الاثنين ما يجوش. إنما بحسن النية، بحسن الطوية، دخل في الجيش، هو لا يظن إن حد يفكر هذا التفكير. إنما المنافق قلبه مريض، خبيث، خبيث، سيء الظن. بعض المنافقين لما شافوا المنظر ده اخترعوا تهمة، إفك، إفك، فاتهموا ومن عائشة رضي الله بالفاحشة، لحد شاف ولا حد سمع ولا خالص، منظر بس شافوا المنظر ده فاتهموها بالفاحشة، وقعدوا ينشروا يتكلموا مع بعض. الأول شفت، شفت المنظر، يبقى حصل إيه لوحديهم وطول الليل مثلا أو طول وقت طويل، يبقى حصل إيه، ما حد يعرف الحقيقة، ظنون باطلة، كلام خبيث، قولوا لبعض مش كده وبس، ده الكلام بدأ يطلع ناحية المؤمنين. ومنى عائشة لا تشعر بشيء، يعني أنا تخيل أن لما نزلت نصم يسألها لماذا تأخرتي، ذهبت أذهب، ذهبت لأبحث عن عقد أختي حتى التمست وجئت، وتحكي الموقف، ونصم يحسن بها الظن، وكل مؤمن يحسن بها الظن. المنافقين قعدوا يتكلموا يتكلموا، والكلام لسه ما وصلش النبي صلى الله عليه وسلم،
واقتربوا من المدينة ودخلوا المدينة. وده رجعت أمنا عائشة البيت والنبي رجع البيت عليه الصلاة والسلام. لما رجعت أمنا عائشة البيت مرضت شهرا بقدر الله، مرض يعني تعرفين السفر دايما اللي بيجي من السفر مرهق، ومرهق والمناعة ضعيفة والمقاومة ضعيفة وإنهاك. مرضت شهرا ولا تشعر بما يقوله الناس. برا ايه الناس يقول ايه، هي لا تشعر. وبرضو ناصم لم يشعر بكلام الناس الا ايه، لما المدينة ماجت بالكلام، لما المنافقين رجعوا المدينة ملوا المدينة كلام بقى في كل المجالس وفي كل الاماكن. شفت، شفت لما جيت متأخرة، لما شفت لما وصل متأخرة، شفت الجمل، شفت صفوان، يبقى حصل ايه، يتكلموا هنا يتكلموا هنا يتكلموا هنا يتكلموا هنا. المكان زاد وانتشر. ها وبعدين ابن سلول كان ايه، كان يعني احيانا هو يتكلم واحيانا يطلب من بعض حين ان يتكلم، يذيع الكلام ويشيع، واحيانا يقوله مطول واحيانا يقوله مختصر. وكلام البلبلة انتشرت، ماجت المدينة، بقت كل المجالس والأماكن على البيوت كله بيتكلم في الموضوع، لحد الكلام وصل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي تغير، ان يعني الرد هيرد يقول ايه للناس، يعني هو عنده حسن الظن بس يمكن موقف أمنا عائشة كان ضعيف. سيدنا أبو بكر وصلوا الكلام والمدينة انتشرت، الكلام انتشر في المدينة. النبي تغير وأصبح حزين، ولما كان يدخل على أمنا عائشة وهي مريضة كان يعني يهتم بها جدا. المرة دي لما الكلام وصله تغيرت نفسه ناحية أمنا عائشة، فكان إذا دخل عليها يقول لها كيف تيكم، كيف الحال، كيف الأخبار، ويسكت. قبل كده كان النبي يحاول يسعدها ويداويها، يعالجها، يمرضها، يسألها حاجات كتيرة جدا. بس لما تغيرت نفسه عليه الصلاة والسلام فقدت أمنا عائشة الرقة التي كانت تجدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مرضت، إذا مرضت فقدت. أمال إيه، النبي كان إذا دخل عليه يقول كيف تيكم ويسكت. فارتابت أمنا عائشة وهي لا تشعر بشيء من كلام الناس. إلى أن مر شهر، شهر وهي لا تشعر بكلام الناس، والدنيا بتتكلم كلها، كل الناس بيتكلموا، ولم ينزل القرآن بالبراءة. شهر حتى تحسنت قواها رضي الله عنها قليلا، وخرجت ليلى لقضاء الحاجة، وكانوا يخرجون لقضاء الحاجة بعيدا عن البيوت. المراحيض كانت خارج البيوت، بعيدة عن البيوت. قضاء الحاجة ما كان له حفر مثلا أو أماكن بعيدة عن البيوت، فخرج بعيد عن البيوت لقضاء الحاجة. وخرجت معها أم مصطح قريبة أبو بكر، بنت خالته، حاجة زي كده. أم مصطح جاية تزورهم، وخرجت مع أمنا عائشة لقضاء الحاجة. راحت لقضاء الحاجة وأمنا عائشة قضت الحاجة، والحمد لله بقت في النقاهة، خلاص المرض قرب ينتهي. وفي طريق العودة تعثرت أم مصطح. مصطح ده صحابي اسمه عوف، عوف حقيقي، كنيته مصطح. أم مصطح تعثرت في مرطها، في الهدوم بتاعتها اتعثرت، يعني ايه، اتكعبلت، وقعت. فلما وقعت قالت تعس مصطح، بتدعي على ابنها بالتعاسة. فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما قلتي، بئس ما قلتي، تقولين هذا لرجل صالح، ابنك رجل صالح مصطح. فقالت لها أو ما بلغك ما يقول عنك يا هنتاء، مش عارفة بيقول عليك ايه. قالت لا أدري.
لا مش عارف، بيقول عليا حاجه، بيتكلم عليا، حد بيتكلم عليا يقول عليا حاجه، وده قريبها. قالت نعم، يقول عنك كذا وكذا، والناس يقولون هذا، مش ابني بس، ده كل الناس بتقول كده. يا الصدمه، الصدمه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يا جماعه لما الانسان يتعثر، لما يقع يتكعبل يقول بسم الله. ها، لما الانسان يتعثر يقول تعس الابعد او تعس الشيطان، الشيطان يتعاظم حتى يصير مثل البيت، يقول بقوتي صرعته. انما لما الانسان يتعثر يتكعبل ويقع يقول بسم الله، يتصاغر الشيطان كانه ذباب. فانت لما تقع اوعى تشتم اي حاجه، تشتم الهدوم، تشتم الكرسي، تشتم الحاجه اللي انت اتكعبلت فيها، لا، قول بسم الله. ها، المقصود ان امنا عائشه رجعت البيت، لما رجعت البيت استاذنت من النبي صلى الله عليه وسلم ان تذهب لزياره ابويها، تروح تزور ابوها وامها. فعلا اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، راح ذهبت. لما دخلت على ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، كان ابو بكر في عليه وامها في السفل، بيت دورين طابقين، امها تحت وابوها فوق، وكان ابو بكر جالس يقرا القران ويبكي، يبكي الاحداث، ابنته، شرفه، عرضه، بيبكي وهو بكاء رضي الله عنه وارضاه من غير هذا الحدث يعني. فسالت امها، أمنا عائشة سألت أمها، الناس بيقولوا كذا كذا، فأكدت لها هذا الخبر، أيوة الناس بيقولوا كذا كذا وإحنا عارفين وما قلنالكيش، أنت كنت مريضة. سألت أبو بكر، بكت عائشة بقى، انفجرت في البكاء، بكاء بكاء بكاء. فحاولت أمها أن تخفف عنها، قالت قلما كانت امرأة وضيئة عند زوجها ولها ضرائر إلا حاولنا أن ينالنا منها، وأرايب ضرائرها وكذا، يحاولوا أن أنت لك مكان عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يمكن ده كلام، يمكن ده غيرة، يمكن كذا كذا، حاولت تقل منها. ولكن أمنا عائشة يعني استمرت في البكاء، وأقسم عليها أبوها أن ترجع إلى بيتها، ترجع تاني بيت النبي صلى الله عليه وسلم. رجعت تعيط الليلة دي، ثاني يوم، ثالث يوم، ثلاث ايام. ومن عائشه نسيت اقول لكم ان هي، لا انا قلت معلومه مش دقيقه، وهي ام مصطح تعثرت في طريق الذهاب قبل ام عائشه ما تقضي الحاجه، وهم رايحين لما اتكعبلت ام مصطح، هم رايحين لقضاء الحاجه، فلما قالت تعس مصطح، ام عائشه قالت بئس ما قلت للرجل صالح، او ما بلغك ما يقول عنك يا هنتا، يا بنتي مش عارف اقول عليك ايه. لا، قالت لا ما اعرفش اقول على ايه، قالت بيقول كذا كذا والناس بيقولوا كذا. فلم تستطع عائشه ان تقضي حاجتها ورجعت، ما قدرتش، تقضي الحاجه، رجعت. لما رجعت واستاذنت تروح لامها وابوها والنبي وافق وسالتهم، قعدت تبكي يوم واثنين وثلاثه، ثلاث ايام متواصلين بكاء بكاء بكاء. النبي يتصرف ازاي؟ عليه الصلاة والسلام أرسل إلى علي بن أبي طالب يستشيره، فقال علي إن الله لم يضيق عليك، النساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. شوف الخادمة بتاعتها صادقة، هتقول لك أوصاف عائشة أحوالها كذا، وربنا ما ضيقش عليك، النساء سواها كثير. إنما ما قالش عجلة تامة ولا برأها، يعني لا برأها ولا اتهمها، إنما قال إن الله لم يضيق عليك، النساء سواها كثير، سل الجارية الخادمة بتاعتها تصدقك. فعلا النبي أرسل إلى الجارية اسمها بريرة فسألها، قالت يا رسول الله والله ما أعلم عنها إلا خيرا، ما أعلم عنها إلا خيرا، إنها كذا وكذا، وإنها تنام حتى عن عجينها، مسالمة تنام حتى عن عجينها، حتى تأتي الشاة فتأكل الداجن، الدقيق اللي المعجون وكده قبل ما يتخبز. ومن عيشة تنام عن العجين، تخش الشاة
تاكل العجين وتطلع وهي لا تشعر، مسلمة جدا، ممكن تنام يعني على النوم اللي هي نامته هناك. قالت يا رسول إنما هم أهلك، لا أعلم عنها إلا خيرا، إلا نعرفه خير خير خير. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال من يعذرني في رجل آذاني في أهل بيتي. النبي طلب حضور المهاجرين والأنصار، قل من يعذرني في رجل آذاني في أهل بيتي، من يخلصني، من يتكفل بي، من يسكته، من يوقفه عند حده، رجل آذاني في أهل بيتي ولا أعلم عنهم إلا خيرا، أعرف عنهم الخير والبراءة والطهر والشرف والعفاف. فقام أسيد بن الحضيس ومن الأوس قال يا رسول الله مرني أطرب عنقه، أمرني واسترك رابته. وقام سعد بن عبادة من الخزرج من قرايب بن سلول، قام يرد على أسيد بن الحضير قال كذبت لعمر الله، والله ما تقدر، كذبت لعمر الله، لا تقدر أن تقتله، تقدرش، ده من عيلتنا من قبيلتنا، شوف الحوار راح فين. فقال أسيد بن حضير إنك منافق تجادل عن المنافقين، أنت منافق تتعامل عن المنافقين. وكاد الحيان أن يقع بينهما شر، الأوس والخزرج هيقوموا يضربوا بعض، يتعرجوا ويقتتلوا، والناس على المنبر. فسكتهم وأجلسهم، شوف الفتنة هتزيد إزاي، سكتوا وانفضوا. الأحداث بتتفاعل، الكلام كتير وفتنة شديدة جدا. فنعسم دخل البيت، جاءت امرأة من الأنصار تواسي أمنا عائشة، بكت معها بكاء، شافت أمنا عائشة بتبكي هتموت من البكاء، بكت معها واستأذنت المرأة وانصرفت، والنبي صلى الله عليه وسلم بقى في البيت. جاء أبو بكر وأم عائشة رضي الله عن الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة يا عائشة إن كنت لممت بشيء مما يقوله الناس فاستغفر الله، لو حصل حاجة من الناس يقول عليها استغفر الله، توب إلى الله عز وجل. فقالت لأبيها أجب عني، قال ما أجيب، حول إيه؟ وقالت لأمها أجيب عني، ماذا أقول يا بنيتي، أقول إيه؟ قالت يا رسول الله والله لا أتوب إلى الله بشيء مما يقوله الناس، ما عملتش لا لا، لإن قلت أني صادقة لا تصدقوني، وإن اعترفت بما يقول به الناس تصدقوني، لو قلت حصل هتصدقوني، هو ما حصلش، وإن كنت صادقة لم تصدقوني، لا أجد لي ولكم إلا كما قال أبو يوسف. وحاولت تفتكر اسم يعقوب ما جابتوش خالص، قعدت تدور اسم يعقوب مش قادر تجيبه، لا أجد لي ولكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اللي بينه وبينكم صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقعدت والدموع بقى وقفت، أول بقى ما الناس مكلمها وردت كده وقفت الدموع. قالت فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الوحي إذا نزل عليه وسلم يعني يعرق جدا ويغطى، وهي كانت تعرف الناس من الوحي زي يعرف يتغطى، والناس كان يعرق جدا، لقيت صعوبة في نزول الوحي. قالت الوحي نزل وعرفت الوحي ليه، وأبي وأمي كادا يموتاني فرقا أن ينزل القرآن في بشيء مما يقوله الناس، أبوي وأمي حيموتوا، روحهم هتطلع إن الوحي نازل، يبقى في حاجة.
لبعدين تتأكد الكلام الناس منتظرين امتى الوحي هيفصم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أمنا عائشة فكانت مطمئنة واثقة من براءتها، وفعلا نزلت الآيات، نزل الوحي آيات كثيرة احنا بنقراها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. آيات احنا بنقراها لما سري عن النبي صلى الله عليه وسلم وسري عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، قال يا عائشة أبشري فإن الله أنزل براءتك. أبشري، البراءة نزلت وقرأ الآيات. أما أمها فقالت قومي إلي يا سلام، قالت والله لا أقوم إلي. الدلال بزعها واللي هي كانت يعني اعتبارها رد رجع إليها، لا أحمد إلا الله عز وجل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، قرأ عليهم الآيات. بعض المسلمين كان اتكلم بكلام المنافقين، زي مين؟ مصطح، وزي مين؟ حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحمنا بنت جحش أخت زينب بنت جحش النبي تزوجها، وقلنا أن آيات الحجاب نزلت إيه؟ في يوم عرسها. أقيم الحد على هؤلاء الثلاثة، مصطح، حسان بن ثابت، وحمنا بنت جحش. أما ابن سلول المنافق راس الكلام سبب الكلام لم يقم عليه الحد، كان ممكن يقيم عليه الحد إنما ابن سلول، إنما إن 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 الحدود كفارات لأهلها، اللي يقام عليه الحد ما يتحاسبش يوم القيامة على المعصية دي، اللي يقام عليه الحد، والذي لا يقام عليه الحد هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء إيه غفر له. ابن الصحابة المخلصين أقيم عليهم الحد الحمد لله التعارف، أما ابن سلول المنافق والمنافقين فلم يقم الحد على أي واحد منهم. الآيات اللي نزلت، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله واسع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم أرجلهم وأيديهم بما كانوا يكسبون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم آيات في براءة أمنا عائشة لنا معها حديث ووقفات في لقاء آخر أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إلى لقاء آخر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.